السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، صحيح على بس. نتمنى تكونوا مزيان، صحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت ندير واحد الوصفه معكم. بغيت نحضر شنيك منزلي ساهل وكيجي زوين، مقادير بسيطه. تبعوا معايا. عندي نص كيلو ديال الدقيق، ثمن 4 ديال الكيسان ديال العنبه مملوئين مزيان، نص كيلو. عندي خميره ديال الخبز معلقه واحده كبيره. عندي شاسي ديال فاني، كيس فاني، 3 معالق ديال السكر، حبيبات السكر، بيضه واحده، 3 د المعالق ديال الزيت، وعندي الحليب باش غادي نخلطو. غناخذو معلقه ديال الزبده، زبده مارغارين ديالنا ديال الدار، تكون بحراره المطبخ. بقاو معايا البنات. اول حاجه غادي نديرو، ناخذو هاد الخميره، هي وهاد 3 د المعالق ديال السكر، غادي نذوبهم شويه ديال الحليب دافي. نخليهم يطلقوا مع بعضياتهم كما طلق لنا ديك الخميره، باش تجينا ساهله تخمر لنا هاد الحلوه ديالنا، هاد الشنيك ديالنا، باش تخمروا بسرعه. الدقيق ديالنا غادي نزيدو عليه هاد الشاسي ديال الفاني، غادي نزيدو عليه 3 د المعالق ديال الزيت، نديرو معلقه كبيره مملوءه ديال الزبده، تكون دايبه بحراره المطبخ. غادي نعجنو على الطريقه هذه بما تدخل لنا ديك الزبده الدقيق ديالنا، عاد غادي نضيفو الحليب والبيضه، نضيفو الخميره والسكر. من بعد البنات غادي نزيدو البيضه، الناس كتحسوا بالخليط ديال الدقيق والزبده والبيضه بحال ترمل، دخلت فيه ديك الزبده مزيان وديك البيضه حتى هي. غادي نزيدوا هاد الخميره والسكر، من بعد ما راه بقات لي ديك الخميره، بعد البنات غادي نجمعوا العجين ديالنا بالحليب دافي. من بعد البنات اش كيتجمع لينا العجين ديالنا، نقص شويه بيدينا، كناخذ واحد جبانه كبيره نحط فيها داك العجين ديالنا، نغطيوها
الا كان الجو البنات بارد كتقطيوها بشي مانطا وتدخلوها الفران تكون سخنتوه من قبل وتطفيو عليه وتدخلوها تخمر. كان الجو عادي صافي خليوها ترتاح ومن بعد غادي تشوفوا الطريقه كيفاش انا غادي نغطيها. الجو ما بارش بزاف ومن بعد غنرجعو نكملو التتمة. حبيباتي من بعد ما خبر لينا العجين ديالنا غنشوف مع الطريقه اللي كيفاش رجع. انا غادي نطلقو بماي زينة باش يجي هشيش. هانتوما غادي تبقاو تشوفو من بعد ما رشيت البلاصه فين غادي نطلق العجينه ديالنا بالمايزينا نشا على الطريقه هذه. خصنا نطلقوا على مربع البنات كنخدم انا وبنتي. ثم البنات من بعد ما طلقت على هذا الشكل هذا شكل مربع غادي ندهنها انا بالكونفيتور. عندكم الاختيار يا اما تدهنوها بالكونفيتور يا اما تدهنوها بالكريم باتيسير اللي بغيتو. انا غادي ندهنها بالكونفيتور بعد البنات فقطعتهم بهذه الطريقه هذه الجراره فقطتهم على جوج جهات. هذه الجهه بوحديتها وهذه الجهه بوحديتها حيت غادي ندير فيها هذه الجهه كندير فيها الزبيب الجهه الاخرى غادي ندير فيها طريفات ديال الشكلاط. كتجي زوينه البنات كتجي بنينه. غادي ندير فيها طريقه ديال الشكلاط ولا الطريقه هذه كديريها بطريقه عشوائيه. انا مازال عندي هنا الشكلاط. انا شريت هذا الشكلاط هذا كنقطعو طريفات. الا ما عندكش ماشي مشكل ديري غير الزبيب. الا ما عندكش الزبيب عندك كاوكاو حمريه وهرمشيه حتى هو كيجي زوين. كنقسمو هكا على ربعة كي باش كيجي خارج من الجنيبات كيجي باين.
الناس غادي نبدا نلوي بهذه الطريقه هذه. نجيب على هذه الطريقه هذه، انا كنديرهم بحال هكا، كنبسطهم شويه بعدا نخليهم يخمروا عاد ندهنهم. اليوم بنات على هاد الطريقة هادي، كنبسطهم بحال هكا، كيجيو على هاد الطريقة هادي. بعد البنات ما دهنتهم بالبيض ونيس كافي وداك شويه ديال الخل، نخليهم غير يخمروا شويه بما يدخل ليا الفران وغادي نطيبهم وغادي تشوفوا الشنيك ديالنا هو طاب. شوفوا كيفاش كيجي على هذه الطريقه، راه طايب البنات مزيان. هادو ديال الشكلاط، هانتوما البنات كيفاش جاو الشنيك، جاو غزالين ما شاء الله، جاو تبارك الله غزالين هشاشين، يعني كلوهم خاص غير شي بردتين معاهم. البنات كنتمنى تجربوا الوصفه ديالي وما تخلوش عليا بلايك وبالاشتراك في القناه ديالي وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتسناو ديما الجديد ديالي. كنتمنى تساندوني ونلقى التعليقات ديالكم زوينه بحالكم. شكرا لكم بزاف، باي باي.